مساكم الله بكل خير حبايب المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج خروج ليست. حلقة هذا الأسبوع راح تكون عن إيجابيات وسلبيات مهرجان رويال رامبل 2018 الذي أقيم الاثنين الماضي. قد كانت نسخته هذا العام تاريخية لتواجد أول مباراة رويال رامبل نسائية في التاريخ، وأيضا شهد المهرجان عند مفاجآت كبرى. معكم أنا وهلان، وبسم الله نبدأ. الإيجابيات: أولاً، كان رتم المهرجان سريع ولم يتم خلاله تضييع الوقت في فقرات هامشية. ثانياً، مباراة الرويال رامبل الرجالية احتوت على قصص وأحداث جميلة تتكلم عن الوضع الحالي في عالم المصارعة الحرة بين WWE والاتحادات المستقلة. ثالثاً، كانت مباريات المهرجان ممتازة ومثيرة في الأداء. السلبيات: أولاً، كان توزيع مواعيد المباريات داخل المهرجان جداً سيء. ثانياً، الشعور بعدم وجود تفاهم وتنسيق بين النجمات الحاليات مع النجمات السابقات في مباراة الرويال رامبل النسائية. ثالثاً، لقطة فرح كله من شين ماكمان وداني براين في فوز شينزكي ناكامورا في مباراة الرويال رامبل الرجالية قد كانت جداً سلبية لتأثيرها على بناء العداوة القائمة بينهما خلال الشهرين الماضيين. وإلى هنا نصل لختام حلقتنا لهذا الأسبوع. لا تنسوا تعملوا لايك والسبسكرايب والشير، وأيضا لا تنسوا مشاهدة برامجنا على قناتنا باليوتيوب والاستماع لبرامجنا عبر قناتنا بالساوند كلاود والآيتون. شاركونا آراءكم تحت في التعليقات عن أبرز الإيجابيات والسلبيات التي تستحق أن تكون ضمن هذه القائمة. كان معكم وهلان، نلقاكم الأسبوع القادم ودمتم بخير.